فكنظن المقابلة عرفت بزاف ديال التموجات أو ديال لي شونجمون، ظن لأن كان علينا نخرجوا هنا وكنا نستحقوا أننا نخرجوا على الأقل بنتيجة ديال التعادل. ظن بأن سجلنا هدف مستحق في شوط أول رائع بشجاعة بأن بلوكي الترا أوفونسيف ضد فريق اللي ماشي من السهل تكون عندك شجاعة وتلعب معاه بهذه الطريقة. هذه جنا هدف اكثر ما يمكن لي نقول هو ان باش ما نقولش حاجه اخرى هو ان هدف مشروع. لاعب النقاش صعد ضرب الكره بالراس، كره لعبات ان سونتر بوت فالابل تحيد لنا البيت اللي سجل الفريق الخصم نادي الرجاء الرياضي. كنظن على انه كان خطا على الحارس ديالنا، ويعني بدينا قدر ما لعبنا بطريقه جيده في الشوط الاول، قدر ما بدينا بطريقة سيئة في الشوط الثاني. الوقت اللي نادي الرجاء كان باين بأن هادي يكتف من الهجومات ديالو لأنه كان منهزم في ملعب دونور قدام الجمهور ديالو، كان عليه أنه يدير اون رياكسيون ودارها في الوقت اللي حنا يمكن انترنسيكمون كيفما سبق ليا وذكرت من قبل كان واحد نوع من التراخي اللي جعل أن في الوقت اللي الفريق الخصم قوة من الهجمات ديالو ودار ردة الفعل فصعبوا علينا المأمورية حتى سجلوا الهدف اللي مرة واحدة أخرى عليه واحد علامة استفهام كبيرة. من بعد غيرنا لو بلوك من أن بلوك هو ألترا أوفونسيف لأن بلوك ميديوم، ودرنا تغييرات شي اللي حد من ذاك الخطورة اللي كانت، وكنا مجارين المقابلة بطريقة جيدة. من بعد درنا رجعنا لواحد 5-4-1 وكنظن بأن كانت الأمور غادية بالتعادل، وكنا كننتظروا في هذا السيناريو ديال الدوزيام ميتون بعد التغييرات باش تجينا فرصه باش نقتلوا المقابله، وكنظن بان جات فرصه ديال فوفانا المرمى فارغه يمكن كانت تلعب بالرجل اليمنى بكل سهوله ودخل، وكنا نخلصوا المقابله. كنظن كانت في الوقت بدل الضائع على ما تنظن، وكنا اننا نخرجوا بنتيجه ديال الانتصار، مي كما قلت لك على الاقل كان خصنا نخرجوا بنتيجه ديال التعادل. لسبب او لاخر تحرمنا منها حتى من نقطه، ولكن كيبقى اننا لعبنا ضد واحد الفريق اللي عظيم ضد جمهور اللي رائع اللي كنشكروا بهذه المناسبه هذه. وحنا بكل تواضع الهدف ديالنا واضح، كنشوفوا الحمد لله كاين تطور في اللاعبين شباب اللي هما اكثر، لا بيرسوناليتي ديالهم كتكبر مقابله بعد مقابله. كنشكرهم كذلك على التعامل من ناحيه ديال لا ديسيبلين تكتيك، مازالين كيتحسنوا من ناحيه سوغ لو بلون فيزيك. انتم شفتوا بان الشوط الثاني جايين من المقابله ديال لي فار اللي مشات ل 143 دقيقه، كنظن بان شويه ديال العياء، وهذو لاعبين اللي ماشي بحال الرجاء اللي مولفين انهم يلعبوا ويخوضوا مقابله زائد مقابله اخرى وفي مستوى عالي وما ياثرش عليهم، مازالين كيستافدوا حتى من هذه الناحيه. انا فخور بهم، والهدف ديالنا هو ابقاء الفريق ومع تطور اللعيبه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.